باسم الآب والابن والروح القدس. أمين. باسم الآب والابن والروح القدس. باسم الآب والابن والروح القدس. يا ابني دائما انتبه من أجل خلاص نفسك. خلاص نفسك هو الأهم، وانت تسعى لخلاص نفسك، وانت تصلي صلاة يسوع: يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، انت تجذب معك كل الابناء الروحيين اللي راح يكونوا معلقين في بطرشيلة. الناس مش محتاجة للوعظ بالمفهوم البعد الأخلاقي، ولكن العالم محتاج لقديسين حتى الله يمجد في قديسين. رح يجي الشيطان عدو نفسنا من خلال أفراد أو من خلال ظروف أو من خلال كذا من الأمور حتى يحاول يخرجك عن هاي الطريق. دائما كن منتبه واطلب معونة المسيح ومعونة أمنا الفائقة القداسة وشفيعة القديس زكريا اللي اليوم الكنيسة تحتفل فيه. ما تهتم للظروف اللي حواليك، ما تهتم لأي إشي بيصير حواليك، انت فقط خلي قلبك وذهنك وأعين نفسك وقلبك وأعين جسدك متجهة نحو ملك الملوك اللي انت ماثل أمامه اللي بتتمم الخدم. يا ابني محبة المسيح بتعلمك كيف تعمل المحبة بدون ما تستنى أي شيء من أحد. هذا غوص، بتغوص في بحر محبة الله بليتورجية الكنيسة، لأنه ما بنقدر نحن نفهم محبة الله إلا في الكنيسة، إلا في القداس الإلهي، إلا ونحن في الليتورجيا. أنت يا ابني رح تخدم هون مدينة السلط، هاي المدينة اللي هي من أهم مدن الأردن، هاي المدينة اللي نحن بكل أسف قصرنا كثير زي ما قصرنا بكل مناطق الخدم في المملكة، ولكن حان الوقت إنك أنت مع قدس الآباء الأجلاء الموجودين، والآباء الموجودين هم من خيرة الآباء الكهنة. وصاتي إلكم بدكم تعملوا بقلب واحد، بفكر واحد، بروح المحبة، مش كأربعة ولكن كواحد، لأنه المسيح واحد. اليوم بترافقك صلاة أبينا صاحب الغبطة وأباء المجمع المقدس وأباء إخوتك المتواجدين حواليك واللي ما تمكنوا من الوجود، صلاتهم معك، مع أهلك في لبنان وسوريا، انت وزوجتك خريتك من الان وصاعدا، اللي عرفتكم عن قرب وشفت فيكم انتوا الاثنين روح المحبه للخدمه في الكنيسه، شفت فيكم تواضع مقرون بمحبه للعمل، ولكن مقرون ارض ايضا بمعرفه لاهوتيه عميقه عندك وعند زوجتك، ومقرون بمواهب أخرى كثيرة وعديدة اللي بدي منكم إنكم تنموها وتسخروها في خدمة الكنيسة لكي يتمجد الله من خلالكم. يا ابني في الخدمة اعرف إن الطريق رح تكون صعبة مش مفروشة بالورود، ولكن اعلم كمان انه المسيح هو معك. طالما المسيح معك ما تخاف من معورة الطريق وصعوبته،
معك شفيعك زكريا النبي وإليصابات، اللي إلكم كمان إشي شخصي أنت وزوجتك معهم. وشوف ربنا ما بيسوي ولا أي إشي بالصدفة، ما في صدفة بالكنيسة، في تدبير إلهي حتى بأدق الأمور الله يدبرها. تمسكوا فيهم، امشوا معهم، الرب معك. تعال يا ابني لفرح ربك.